نفسي في محشي. وانا كمان، انا ماما شكلها بتعمل لبلي بالمحشي عشان شامم ريحتها. يلا بينا ما نشوف بتعمل ايه. لا ده الناي. ماما مش دي. ماما الناي والله. انت بتعملي لبلي بالمحشي؟ طب وشوف لنا هي بتتعمل ازاي. انتوا كل شويه تخوتوني بقى، عايزين حاجات جديده ولبلي بالمحشي ولبلي بالانفوشي ما اعرفش انتوا عايزين مني ايه بالظبط، هتجننوني انتوا وابوك. معلش نفسنا فيها. ماشي بتتعمل ازاي؟ انا عامه بعمل محشي. فسلقنا ورق الكرنب اهو، وبنقطع الورق دوت اللي كده كده بنحطه في قاعده الحله، بس في ناس بتحطه كده وبترميه. احنا بقى نستفاد بيه ازاي عشان هو طري وابيض، احنا في الموسم بتاع الكرنب اصلا فالكرنب مسكر، وبنقطعه قطع صغيره. وعندنا بقى حبه بقدونس على فلفل اسود على كمون على حبه نعناع ناشف على حبه جنزبيل جدر. تشكل بقى، كل ما تشكل كل ما تدي طعم وريحه احلى. وحبه خلطه محشي وتقلبهم وتحطهم برده قاعده عاديه جدا للمحشي، وبعد كده بتحشي فوق المحشي بيديله طعم وريحه، وبعد كده بيتاكل ما بيتهدر ويترمي، لا بيتاكل بالمعلقه بيبقى طعمه جميل. ومخلص بقى ابقى اوريهولك. وكده ماما بتعمل الخلطه بتاعت لباليب المحشي الجميله بتاعتنا. بص يا جماعه انا سمير وقعدت اعملها له ما رضيتش ازعله، وفي نفس الوقت قلت استفاد بالايه زي ما قلت لكم في اول الفيديو بورق الكرنب الهيدر. طبعا قطعته في قاع الحله وقطعت عليه اهو الجنزبيل الاخضر اللي هو الجدر، وتحطي ايه تاني؟ ديت قوانص بتاعه رومي. فرهنهم هنا وهننزل الخضره متقطعه حبه بسيطه وخلطه المحشي. ودلوقتي ماما قطعت القوانص على لباليب المحشي، وده بقى شكلها. دي خضور المحشي يا سمير، وقلنا الجنزبيل الجدر. ايوه هنقلبهم بعد كده. دي قوانص رومي. قوانص رومي بس طبعا دي بعد ما اتنضفت بالخل والليمون، وعشان هي شديده قوي ما رضيتش اقطعها وهي نيه، لان حاولت لقيتها شديده فقلت عشان تستوي وفي نفس الوقت تتقطع معايا رحت مديها نص سلقه بحبه كمون وواحده قرفه خشب عشان تستوي وفي نفس الوقت الايه تمنع الزفاره. هننزل عليها ايه باقي خلطه المحشي نستفاد بيها. ده جميله الصراحه. كل دي تعتبر فرشه تحت المحشي بس حاجه ايه جديدة وطعمها حلو في نفس الوقت. ودلوقتي هنحط ايه تاني؟ حبة خضرة بسيطة متقطعة صح؟ اقطعها انا بحب اقطع الخضرة كده على ايدي. بس كده بسم الله ما شاء الله فرشة اللباليب المحشي ديت خدت ايه؟ خدت مساحة كبيرة في الحلة. كده قطعنا لها حبة كزبرة على بقدونس على حبة ايه؟ شبت. هنقلبهم ببعض كويس. ممكن ناخد الحلة دي عشان الحلة دي انا حاسة ان هي اكبر شوية، اللي هي برضو مكان المحشي نظيفة بس دي اكبر شوية من دي، لان بنوضح ان بسم الله ما شاء الله الخلطة كترت فمش هتقضي. الحلة دي صغيرة شوية فخدنا الحلة الاكبر. كده يا جماعه هنرص المحشي في الحله ويبقى نصور في الاخر ونوريكم شكل المحشي بعد ما يخلص ويترص. ودلوقتي بعد ما ماما مجهزت الحله لباليب المحشي هو ده بقى شكلها في الاخر، وشكله جميل جدا. لا والريحه والطعم. واللي عايز بقى اي تعليقات او عايز اي استفسارات يكتب لنا في الكومنت وانا هقول على تفاصيل المحشي كله. ده
بالنسبه لحله المحشي، لانها طبعا في حله كبيره، لان الحله اللي فاتت اللي هي ديت صغيره شويه، فممكن هنستبدلها ونحط برده فيها حاجه تانية. وديت مكان خلطه المحشي فبتبقى نظيفه برده ما فيهاش مشكله. ايوه. هنا بقى ده بالنسبه لحله المحشي الثانيه اللي هي هنعمل فيها فلفل رومي وفلفل حامي. انا كنت بصراحه النهارده عايزه اجيب باذنجان وكوسه بس ما لقيتش للاسف، فقلت مش مشكله نخليها كرنب وفلفل رومي وحامي. انتوا عارفين الشتا انا بتحب الكرنب، ففي ناس بتحط برده في 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 في, في الحله من تحت جدر الكرنب، وفي ناس بتحط شرايح بصل وشرايح طماطم، وانا برده بحط اوقات برده شرايح بصل شرايح طماطم. والنهارده قلت بقى احط حاجه جديده تدي ريحه وطعم، اللي هي هتبقى خضره كمون وكزبره، بتاع ده كزبره وشبت وبقدونس، اللي يعتبر في الاواخر من تحت استفدت برده بيها وغسلتها وقطعتها زي ما انتم شايفين عشان يبقى اقرب للحله. وهرص لكم هنا الفلفل. في ناس بتوقفه تبقى واقف كده، انا بنيمه يعني على حسب. المهم ان السوا يطلع كويس وان يبقى المحشي مش مليان علشان خاطر ما يطفحش بره. وما نخلص سوا ان شاء الله هوريكم المحشي لما يخلص خالص. ودلوقتي بعد ما لباليب المحشي خلصت بالقوانص بتاعت الرومي العملاقة، ده بقى شكلها في الاخر. طبعا هنا الفلفل الرومي والفلفل الحامي بعد ما خلص، وهنا المحشي الكرنب. المحشي الكرنب ده خلطته سرية على فكرة، اللي عاوزها بقى يقول لي في التعليقات. وكمان عاملة مفاجأة لبابا قبل ما تقفل الفيديو عشان بابا بيحبها، وعاملة لكم انتوا كمان مفاجأة عشان بتحبوها. ودي مفاجأة بابا. الله الله بعشقها. كلها والزبادي كان ناقصها حاجة واحدة، جزر مبشور بس كده، كده بابا ما بيحبوش. ودي المفاجأة بتاعت سمير ويوسف اللي بيحبوها. الله. توقعوا ايه ده؟ ايه؟ ساقع. ايه ده؟ مايونيز. الله ده احنا بنحبهم جدا. ايوه جميل. ودي كانت أكلة النهاردة، لباليب المحشي الجميلة وسلطة الكروسلو والكرنب والفلفل الرومي والفلفل الحامي. مع السلامة، ما تنسوش اللايك والاشتراك. اصبر يا ابني، ما اصور السبانخ بتاعتي. يلا. ايه ده، هو في سبانخ تاني؟ وانا اصور لبابا الكروسلو واصور لكم الله. وانا السبانخ بتاعتي تروح فين؟ ده بلدي جايباها من الست فلاحة الصبح، حاجة كده تفهم. الله، لا تسلم ايدك يا ماما. مع السلامة، نشوفكم في فيديو جديد.